ندردش بأخونا ماهر الجوخ. ماهر الجوخ يا أخواننا امبارح كان يعني يشطاط غضب إنه أنا اتكلمت عنه في الهيكلة. قلت يا أخي زول ده ما فاهم معنى هيكلة نفسها، فكتبوا له كلام وقالوا له قول الكلام ده، وهو بحكم إنه صوت عالي وظهر جديد في الثورة. هو يعني لو رجعت للهيستوري بتاع الجوخ، ماهر الجوخ كان من الطلبة المستقلين في الجامعة يعني، والمستقلين كنا عارفينهم منو يعني في الجامعة. فالقريبة يعني أنا ما بحب الزول يتكلم عنه، لكن هو قال إنه أنا عندي علاقة بجهاز الأمن والمخابرات وعشان كده أطلق بصراحي والكلام الفاضل. أنا رديت عليه زمانه وأقسمت إن أنا ما أتكلم فيه، لكن دار أتكلم عن من هو ماهر أبو الجوخ. ماهر أبو الجوخ لا يعلم إنه ماهر الصوت العالي في الإذاعة. ماهر الجوخ ده والده الله يرحمه، والده كان رئيس الدعوة الشاملة للحركة الإسلامية، أبوه يعني اللحم اللي هم يأكلوا ده حق الحركة الإسلامية. أبوه كان ده والده، عشان ما تتكلم عن الناس هاي وتتنفخ والناس ما عارفك، ما انت زي ده بخطوك كده عشان يعني عشان اجلك يجي ولا شنو ما عارف يعني اصوفت شو ليك انت ده والدك يعني البيت اللي انت قاعد فيه بتاكل وتشرب يا ماهر الجوخ من مال الحركة الإسلامية، تعلمت بيه وكبرت بيه وعملت كل حاجة بيه، حتى الجامعة كنت متوارب. عمك طوالي أبو بكر كان نائب رئيس جامعة الخرطوم، نائب الزبير بشير طه، يعني حركة إسلامية في دمك. عشان ما تجي تتهم الناس تقول والله يا أخي ده إنه أنا ما بحب الأسلوب ده، لكن ناس زي ده لازم يعرفوا يعني يعرفوا قدرهم. فأنت امبارح مقبول وزعلان وبتكورك، ده ماهر الجوخ. وانا داير اشوف ماهر ابو الجوخ ده يعني، انا ما داير اقول لك انت حصل شنو بينك وبين لجنه التمكين في الاجتماع عشان تقوم تقول الكلمتين ديل وبحكم انك يعني تنشر، انا نشرت عليك صفحتي لانه كلام ما مهم، لكن انا بس داير اسال سؤال. الرجل الغامه الفاضل، رجل فاضل يا اخي، ندعو له بالسلامه ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه، الفاتح عروة ربنا يقوم بالسلامة من المرض الألم ما به، رجل فاضل ورجل فارس الفاتح عروة، ويا ريت انت كانت تشبه الفارس ذا الفاتح عروة. هكذا ورينا بكرة المحكمة حقت خالك أخو أمك طوالي، حتقف مع مناع ولا الظرف كان كبير، قيف عملنا ولا مع خالك فاتح عروة، خالك وامك والرجل الفاضل يعني. أنا من هنا بحييه وبدعو له ربنا، فاتح عروة من الناس المقاتلين جدا، أدعو له بأنه صحته ترجع له ويعود إلى وطنه ولأولاده. لكن أنا داير أقول لي ماهر بكرة حتقيف عاونه في المحكمة يا ربي، هتجامل صلاح مناع بالمستندات الشالة وبكرة الرد فيها ولا استغل النفوذ بتاعه والبلاقات الجديدة، هتجيب معاه يا ماهر الجوخ مع خالك وفي أمك ولا الظرف كان كبير؟ يا تو يا ماهر الجوخ ما تتنفخ ساعتك لك ما يكون تتنفخ وضعك يعني خليك كده هنا يعني ما الدارة، لكن الظاهر الظريف كان سمين جدا يعني عشان كده طلعته. ده الكفاية ولا نزيدك شوية؟ نديك واحدة تانية وإن عدت عدنا تاني، لكن ده رديك واحدة بس يا ماهر الجوخ. أنت بتغني ليه؟ بتبكي ليه هسي؟ أخوك ود عمك شغال وين؟ شغال وين ركبتهم ود الثورة؟ شغال وين؟ شغال وين؟ أيمن ما أيمن ابن عمك شغال وين؟
كان بيطلع المؤتمرات الصحفية ويتكلم عن الوقود والنغل. ماسك سودابيت، رئيس سودابيت. سودابيت دي حقت منو؟ حقت منو كانت يعني؟ معلش، كانت حقت منو سودابيت؟ هو عضو لجنة إزالة التمكين برضو ابن عمك، لكن ما عارف انت حتجيب معاونه. وديك تاني دوسس بسيط كده، مش ابن عمك ده وانتو كل الأسرة، فلان الفلاني مش كنت شغال معاه ابن عمك؟ رامة للطاقة حقت منه؟ السودان كله عارف رامة للطاقة حقت منه، كان المدير بتاعه منه، مش ابن عمك برضو؟ بل هسه عضو لجنة التمكين في النفط والطاقة. انت لانه انا هبشت النفط والطاقة وهبشت حامد سليمان والفساد في وزارة الطاقة، عشان كذا طوالت انا ثلاث رحمات. طب يا اخي انا فاسد، تمام؟ ما من حقي اتكلم؟ من حقي اتكلم، من حقي اعرض البضاعة بتاعتي. هسه الليلة اللي بيقبضوا مجرم دخل السجن وطلع بيقول لي انت ما تعيش في المجتمع مرة ثانية؟ يا اخي اعتبر كذا، نمشي معاك على قدر عقلك. هسه ليه الان انت ورد تهلل للثوره دي؟ ما عندك علاقه يعني بالمعطيات اللي انا قلتها دي يا ماهر، ما عندك بها علاقه. وانت يعني انا ما اعرف، ما داري اديك مساحه كبيره زي دي، لانه ملو عليك الهنايده بظرف وطوالي دخلت في توش ما عارف الزول اللي حتدخل عليه ده. وانا حنزل لك ملفك كامل من الثوره ال 12 لاخر شارع، لحد شارع الستين جنب الصيدلية فاتحة في كوبري، البيت الفاتح في كوبري المنشية، تعرفه كويس؟ فاخي تلمى يعني، ما انت ذاته ما مزول اللي يقوم يدوك كلمتين ثلاثة او غيره. شركة راما دي